أهلا بكم مشاهدين الأعزاء إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج مثير للجدل لا تطبيع قبل وقف الاستيطان والانسحاب والسلام قال العرب لكن قطار التطبيع أطلق صافرته سالكا في السر والعلن غير مسار اقتصادي وثقافي وفني وسياحي وسياسي فيما العرب شعوبا وأنظمة مختلفون خصوصا بعد الهجوم الإسرائيلي على أصول الحرية بين معارض يعتبر التطبيع سلاحا والتخلي عنه مكافاه مجانيه للعدو ومؤيد يراه عديم الجدوى وسط المتغيرات والظروف الدوليه ولكن قبل التاييد والمعارضه هل العرب متفقون على تعريف التطبيع وغاياته هل هو اعتراف بالواقع وبدايه طريق السلام ام انتصار طالما حلمت به اسرائيل وهل صحيح انه ورقه العرب الاخيره اسئلة وغيرها الكثير نثيرها الليلة في حلقة جديدة من مثير للجدل، اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء. ارحب بضيوفي هنا في الاستوديو، اولا صالح العرموطي نقيب المحامين الاردنيين السابق، اهلا بك. اهلا بك سيدتي. ايضا ارحب بالدكتور نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان، اهلا بك. اهلا بك. وارحب ايضا بالفنان السوري صباح عبيد، اهلا بك. اهلا بك يا اهلين. ومن الرباط ينضم إلينا على الأخبار الصناعية خالد السفياني منسق مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين أهلا بكم جميعا ضيوف هذه الحلقة أبدأ معك أولا أستاذ صباح عبيد هل نستطيع أن نرسم الخط الفاصل بين ما يعتبر تطبيع وبين ما لا يعتبر كذلك؟ يعني هو بدل ما نحكي على الخطوط كلمه تطبيع بحد ذاتها تريد طرفا مقابلا يتعاطف او يتماشى مع هذه الكلمه العرب عندما يطبعون يطبعون مع الفراغ لا احد يرد عليهم ولا احد يتعاطف مع هذه الرؤيه حتى الطرف المعادي الذين يطبعون معه لا يوجد صدى للعرب عندهم يعني العرب كلمة تطبيع هي للضعفاء فقط، الضعيف يتمثل الأقوى منه، علم نفس هذا غير قابل للمناقشة وغير قابل للجدل أيضاً، مم. مم. الضعيف يتمثل الأقوى منه، ويأتيه زاحفاً دائماً، خوفاً ورعباً من الزمن من الأزمنة القادمة هل تضع العرب في هذه الخانة؟ قطعا العرب عندما يطبعون مع إسرائيل هم يشعرون بشعور بالدونية وشعور بالضعف والضعيف يتمثل الأقوى من كلمة مع أن هناك أراء تقول بأن إسرائيل هي التي تزحف وراء هذا التطبيع مع الدول العربية والله أنا لم أرى إسرائيل تزحف لم أرى إلا العرب وهم يزحفون <applause> وعندما تغضب اسرائيل على اي نظام عربي يهتز هذا النظام من اخمص اقدامه حتى راسه هل توافقها الراي استاذ صالح العرموطي للسيد صباح عبيد. أولاً اسمحي لي أن أزجيها تحية إعزاز وإكبار لشعبنا وأهلنا ولنسائنا ولأطفالنا في فلسطين الحبيبة الذين يقارعون العدو الصهيوني في ظل صمت النظام العربي والإسلامي والدولي ومنظمات العفو الدولية وحقوق الإنسان، وبالتالي فأعتقد أن موقف النظام العربي مدان لأنه يصمت عما يرتكب من مجازر ومذابح بحق شعبنا وأهلنا في فلسطين، كما نؤكد أن المجزرة التي خرقت القانون الدولي لإسطول الحريه هو الحرية اعتداء <applause> على القانون الدولي والمواثيق والاعراف الدوليه ومن الممكن العالم ان يتحرك ولذلك نرى ان الامم المتحده ومجلس الامن وجامعه الدول العربيه والمؤتمر الاسلامي كله في سبات عميق لم يتخذ اي اجراء فعلي على ارض الواقع وبالتالي نحن ندين باقصى درجات الغيظ هذا الموقف م. ونقول ان هذه قرصنه جويه من عدو لا يؤمن الا عقدي لا يؤمن بالقتل والتشريد ولكن قبل, قبل 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 هذا الحادث في هذا سيد صالح قبل هذا الحادث سمعنا انه لا تطبيع مع اسرائيل قبل العودة إلى حدود ما قبل 67 وقبل إنهاء الاستيطان وأيضا الانسحاب الكامل والسلام الكامل لكن في المقابل رأينا تطبيع في كل مجالات الحياة إن كان اقتصادي في بعض الدول ثقافي وفني سياحي وإلى ما ذلك ماذا يعني هذا؟ هذا الدليل الانهزام النظام العربي لأنه يعني ارتمى في احضان الولايات المتحده الامريكيه وكما ارتمى باحضان المشروع الصهيوني والاملاءات الامريكيه في منطقتنا، وبالتالي في اعتقاد الجازم انه ليس لا للتطبيع مع العدو الصهيوني الا بزوال الاستيطان والسلام، هذا امر مرفوض لنا، م. نحن نؤمن ان فلسطين كل فلسطين للامه العربيه والاسلاميه وقد اغتصبت فلسطين وخرقوا القوانين والمواثيق الدوليه حتى اعتراف الكيان الصهيوني في الامم المتحده برقم 46 معلق على حق العوده وتقرير المصير. من عام 1948 مم. لغايه الان وصدور القرن 130 قرار لم يستجب هذا العدو لاي قرار من القرارات الشرعيه الدوليه ولا مواثيق الامم المتحده ولم يقم مجلس الامن ولا الامم المتحده مم. بفرض اي عقوبات على هذا الكيان وبالتالي التطبيع مع العدو الصهيوني اراه من الجانب العقدي والايماني والع... والعروبي والاسلامي انه مرفوض وان التطبيع يخدم الكيان الصهيوني بالدرجه الاولى واعتقد ان العدو الصهيوني يسعى لذلك لانه لا ي... لا يرغب ان يكون في العزله وان هدفه الاستراتيجي اقتحام العالم العربي ثقافيا واقتصاديا طيب واجتماعيا مهم وسياسيا مهم حتى يفرض وجوده وبالتالي يقوي مركزه ولكن هناك من يقول يعني المعارضون لك يقولون بانه الحديث عن مقاطعه رسميه عربيه لاسرائيل هو يعتبر وهم، ما رايك دكتور نجيب؟ الحقيقه انا في منتهى الزهول لاني طبعا نحن ندين اسرائيل وندين الغطرسه الاسرائيليه وندين بكل ما نملك ما تفعله اسرائيل من ممارسات في ارضنا المحتله لكن عايز اقول بدانا الحلقه باني لا تطبيع الا بعد زوال الاستيطان لا ليش مش انا بتكلم بعد زوال العدو الصهيوني نعم يعني احنا ما تطبع في هذه الحاله نعم لا اطبع آه. التطبيع لا. مرفوض لا. ومحرم دعيني. وخطوط دعيني. حمراء مع ان هناك علاقات تطبيع بين, دعيني. 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 بين الاردن دعيني. دعيني. مرفوض و... و... واسرائيل سنعود اليك تفضل نعم. دعيني اتكلم بكل صراحه تفضل اتكلم بكل صراحه ان من يرفض التطبيع هو من يريد ان يتبوأ زعامه زائفه على اشلاء ودماء اخواتنا الفلسطينيين هو العكس صحيح احنا بدانا من العكس صحيح من 67 العكس هو الصحيح لا تسمح لي استاذ صالح استاذ صالح احترم الراي الاخر لو سمحت لي استاذ صالح استاذ صالح انا أنا, دي انا ارجوك دي انا ارجوك اعطيه فرصه يتكلم اعطيه فرصه يتكلم وانت سيكون لك الشيء ما يعلق على راينا من 50 سنه تقريبا سأعود اليك وسأعطيك الراي من 50 سنه من 67 منذ نصف قرن من الزمان كنا لا اعتراف لا اعتراف نعم ولا سلام مع اسرائيل الا بعد الانسحاب الكامل من, من الارض دي وه وهذا طلب يعني مشروع, مشروع يا دكتور نجيب دلوقتي تدرجنا بقى الى أن... الى بس الاستيطان والسلام توقف الاستيطان والسلام يعني معناها ان اجزاء محتله ما زالت بتحتلها اسرائيل مم. انا عايز اقول طب أصحاب أولئك الذين الذين يتبنون الراي بان لا تطبيع مع اسرائيل طب ما هي ايه الح... هي الحلول البديله الا تعلم انك تحارب لست تحارب اسرائيل تحارب امريكا التطبيع على الارض الواقع هناك مليارات من الدولارات مستثمره في كثير من الدول العربيه ومنها مصر ومنها مصر ومنها نعم. الاردن ومنها قطر ومنها موريتانيا ومنها المغرب م. انا يعني طيب اذا اذا انت في هذه الحاله كيف ترد على من يقول بان الدول العربيه لم تعد تعادي او تقاطع اسرائيل ولكنها لا تستطيع ان تبوح بذلك خوفا من نقبه شعوبها هو المشكله مش في مش التطبيع وعدمه ايه الهدف من التطبيع وايه الهدف من عدم التطبيع أنا يهمني في المقام الأول أصل إلى حل القضية الفلسطينية م. بأي طريقة سواء بتطبيع أو غير تطبيع سبب عدم التطبيع سبب فشله طيب لكن اسمح لي مصر منذ تطبيع العلاقات مع إسرائيل مضت تقريبا أكثر من السلام. اتفاقية السلام السلام نعم 31 عاما أو 31 عاما فيما ساعدت هذه العلاقات بين إسرائيل ومصر الفلسطينية مصر صمام الأمان <applause> حاليا في العالم العربي فيما يخص القضية الفلسطينية مع احترامنا الكثير لأشقائنا الدول العربية